مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا وحلقة جديدة من همزة وصلة. كل عام وكل طلبة مصر بألف خير، بداية عام دراسي جديد طبعا بنتمنى لهم التوفيق والنجاح والهدوء، أيضا نظام تعليم جديد مصر بتطبقه لأول مرة، طبعا هذا النظام بنتمنى له كل النجاح والتوفيق، لأنه في حالة حسب التصريحات والوصف اللي تم ده طبعا في حالة نجاحه هيكون نقلة كبيرة جدا لمستوى التعليم في مصر. ولكن لازم نتفق في البداية إن أي عملية تعليمية ما بتكونش فقط المدرسة هي المسؤولة عنها، أيضا بتكون هناك أذرع أخرى مهمة جدا أنها تشارك في هذه العملية، وأولهم طبعا البيت بيكون ليه عامل مهم جدا في المساعدة في هذه النجاح هذا النظام. وزي ما اتكلمنا معاكم برضو قبل كده كتير ان اي حكومه في اي دوله ما تقدرش تنجح لوحدها في اقامه او تولي اي قضيه، ودايما القطاع الخاص بيكون من اهم الشركاء في نجاح اي منظومه في استثماريه. ويمكن لما نيجي نتكلم عن القطاع الخاص مع التعليم يمكن هناخد يعني ناخد بالنا شويه من بعض النقاط، هنبدا نفكر طيب القطاع الخاص لما بيجي يشارك اي حكومه بيكون الهدف الاساسي ليه هو الكسب او الربح، وده طبعا بيلاقي او بيخالف فكره التعليم، الفكره ان الدوله اصلا بتكون بتتبنى هذا المشروع بيكون هدفها وطني ان هو يطلع منتج تعليمي صحيح، ولكن القطاع الخاص بيكون هدفه بحد كبير يكون هدفه ربحي اكتر. طيب ازاي هنقدر نحقق المعادله دي ان احنا نضمن ان القطاع الخاص لما يدخل في العمليه التعليميه وبشكل اساسي وشريك مع الحكومه ان هو يكون الهدف بتاعه جوده التعليم؟ ده اللي هنناقشه مع حضراتكم النهارده من خلال التصريحات اللي شفناها في الفتره الاخيره عن مشاركه القطاع الخاص في العملية التعليمية. احنا يمكن شايفينها في المراحل الجامعية بشكل كبير، ولكن دلوقتي اتفتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في العملية التعليمية منذ المراحل الأساسية، وأيضا الدخول في البنية الأساسية أو بناء المنشآت، ودي يمكن نقطة جديدة وصرح وزير التربية والتعليم إن هيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص لبناء حوالي 54 مدرسة جديدة بالمشاركة مع الحكومة. طبعا كل ده هيثير علامات استفهام كتير جدا عند حضراتكم، ودي طبعا احنا دورنا النهاردة ان احنا نجاوب عليها لحضراتكم من خلال حلقتنا النهاردة. وهنتمنى طبعا مشاركات حضراتكم معنا على صفحة التواصل الاجتماعي للبرنامج على الفيسبوك. وقبل ما نشوف آراء حضراتكم اللي بالطبع جات لنا على صفحة البرنامج اسمحوا لنا نشوف تقرير حول موضوع الحلقة ونرجع عشان نبدأ مع حضراتكم سريعا النقل. بهدف النهوض بالخدمة التعليمية المقدمة لملايين الطلاب المصريين، اتخذت الحكومة قرارها منذ نحو عامين باللجوء للشراكة مع القطاع الخاص عبر البرنامج القومي لبناء المدارس. وزير التربية والتعليم طارق شوقي أكد أن الهدف الأساسي من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم هو إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة وتحقيق الجودة الشاملة في المنظومة التعليمية. مع رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم تتسم الجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج، وكذلك مسايرة نظم التعليم للمعايير الدولية بالتوازي مع إتاحة خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب دون تمييز. كما أكد شوقي أن الوزارة تخطط لإنشاء 600 مدرسة بالمشاركة مع القطاع الخاص من خلال تمويل بنسبة 40% أو تقديم الأراضي لهذه الاستثمارات، وذلك في مقابل أن يحصل المستثمر على حق انتفاع لنحو 40 عاما. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم من خلال عدد من المراحل تشمل إنشاء 1000 مدرسة متميزة فضلا عن إنشاء جامعة عين شمس بالعبور. يرى المتخصصون في مجال التعليم أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء المدارس تعد خطوة مهمة وبناءة للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل نقص الموازنة المرصودة لبناء مدارس جديدة، حيث تعاني العديد من القرى المصرية من نقص في المدارس والأبنية التعليمية. زي ما شفنا مع حضراتكم في التقرير يمكن عرض واستعرض كل الخطوات اللي بتعتزم وزارة التربية والتعليم بالتعاون طبعا مع وزارة المالية في إيجاد شراكات مع القطاع الخاص لتطوير العملية التعليمية بشكل كبير جدا، واللي المفترض أنها تحدث طفرة كبيرة في التعليم في ظل النقص
الموارد لدى وزارة التربية والتعليم، وهنتكلم كمان هل هذه التجربة تم تطبيقها في أي من الدول لأن يشارك القطاع الخاص في العملية التعليمية، وهل لو تم فعلا هذه التجربة هل نجحت وقدروا ان هم يعملوا معادلة ان القطاع الخاص يقدر يستثمر ويحقق ارباحه، وايضا العملية التعليمية تخرج بشكل منتظم وبجودة عالية. ده طبعا هنناقشه مع حضراتكم مع ضيوفي، ولكن قبل ما ابدأ مع ضيوفي اسمحوا لنا نروح لغرفة المتابعة والزميل عبير شوشة عشان تستعرض لنا اراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج. مساء الخير عبير. مساء الخير ميرفت، ومساء الخير مشاهدينا. يعني يمكن الحقيقة اتفقت التعليقات على أمر واحد، هو أن العلاقة ما بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص يجب أن تكون مبنية على التكامل وعلى التنسيق مش التنافس، لأنه في النهاية الهدف هو الحصول على منتج تعليمي عالي المستوى، يعني طالب تعليمه عالي المستوى، يعني مواطن في النهاية تعليمه عالي المستوى سيتم وضعه في أي مكان أو في أي موقع يستطيع أن يخدم وطنه من خلاله. وسأقرأ التعليقات بالتفصيل. البداية مع محمود الضوي: أولا، التعليم ليس منتج ولكنه ناتج الأخلاق الحميدة والتعلم والتراث الفكري والعلمي وتسليح الانتماء. التعليم ناتج من أجل توفير وإنشاء جيل صاعد لنهضة الأمة. نعم، لتعاون القطاعين العام والخاص في تقديم جودة تعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التقوية. أيمن الأنصاري: نعم، أهمية المشاركة في أو بين القطاع الحكومي والخاص في تقديم جودة تعليمية تنعكس على تطوير ونهضة وتقدم الأمة، لأن أفضل ما نقدمه للوطن هو تنوير عقول الأجيال بأخلاق وفكر وعلم من أجل مهمة تعمير مصر نشر السلام العالمي. التابلت سوف يكون عائق لشركات القطاع الخاص اللي بتنتج الكتب الخارجية، ونريد دمج منظومة العلمية المتطورة عالميا، لأن أفضل عقول هي العقول المصرية، وأفضل استثمار لأفضل منتج هو الثروة البشرية، لأن التغلب على أعضاء الوطن بيكون عن طريق تسليح العلم، عن طريق الابتكار، عن طريق الإبداع، ولأن مصر تلهم وتعلم البشرية منذ عشرات الآلاف من السنين. أبو أتم الشرقاوي: السلام عليكم، رجاء من القائمين على العملية التعليمية في القطاع الخاص والحكومي. التعليم ليس مشروع استثماري ولكنه في الأساس فيه هو الربح، فيجب على الجميع سواء التعليم الخاص أو الحكومي أن يتعاونوا على جودة التعليم والارتفاع والنهوض بمستوى الطالب ثقافيا وعلميا ونفسيا وخلقيا من أجل تحقيق منتج جيد وفعال في المجتمع. إذن اتفقت هذه المجموعة من التعليقات على أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم من أجل الحصول على منتج عالي الجودة تعليميا. أعود إلى ميرفت من أجل بدء النقاش والتحليل. إليك ميرفت. شكرا لك يا عبير، وطبعا شكرا لكل المشاركات اللي جات لنا على صفحة البرنامج. يمكن أهم الكلمات اللي جات في التعليقات إن التعليم ليس مشروع استثماري، ودي يمكن زي ما ذكرت حضرتكم في المقدمة دي اللي احنا عايزين نفهمها، إزاي هيكون هناك منتج تعليم عالي ومنتج بجودة عالية في مجسد في الطالب، وأيضا إن القطاع الخاص يقدر يحقق ربحه ويكون بالنسبة له هذه شراكة مثمرة ومربحة. هيكون معانا للنقاش سيادة النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. سيادة النائب تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا يعني لا أحد ينكر دور القطاع الخاص ومشاركته للحكومة في كافة القطاعات، ولكن لما نيجي نتكلم عن قطاع التعليم وهو قطاع خدمي بشكل كبير وبشكل أساسي ومشروع وطني أيضا، يعني هنا تظهر علامات الاستفهام. كيف ستتحقق هذه المعادلة؟ كيف تراقب هذه الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث نضمن أن القطاع الخاص لا يجير على حق الطالب ويكون هدفه الأساسي هو الحصول على المكسب فقط؟ حضرتك، أولا كل سنة والشعب المصري كله خير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وأنا عايز أقول حاجة، إن إحنا عندنا حوالي 7000 مدرسة خاصة. في وراهم مشاكل يعني كبيرة في زيادة المصروفات بطريقة عشوائية وكذا، في حاجات كتير صحيح، ولكن هم مخففين شايلين جزء كبير من العملية التعليمية داخل جمهورية مصر العربية. ولكن في المدارس بقى اللي هي التجريبية والمدارس الحكومية والحاجات دي، احنا في
كثافة سكانية، والكثافة السكانية عاملة كثافة طلابية في المدارس. صحيح. الكثافة الطلابية اللي في المدارس لازم تتحل، محتاجين مباني، لأنه إحنا لما نقول المعدل مش عارف كل ثلاث ثواني مولود جديد ولا بتاع ولا في الثانية ثلاثة، فده موضوع خطير، معناها إنه برضو لازم يواكب الكلام ده تنمية بشرية، تنمية عمرانية، علشان مدارس تشتغل تستوعب إن كل تستوعب الناس. فالناس الكتيرة دي محتاجة مدارس أكتر. تمام. وعشان كده الوزارة فكرت إن هي تدخل القطاع الخاص. تمام. القطاع الخاص هنا لما هيدخل في المدارس دي داخل هياخد في قانون اسمه قانون 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية طلعت في 2011. القطاع الخاص للمشاركة في بناء مدارس متميزة للغات، المدارس دي هتبقى تحت إشراف الحكومة وهي هتبقى مدارس حكومية، إدارتها وشغلها شغلها كل الحكومة مش للقطاع الخاص، ولكن المصروفات، ولكن المصروفات بالضبط دي اللي كنت هقول لك. ايوه، ولكن المصروفات مصروفات المدارس التجريبية اللي هي مثلا في حدود 700-800 ألف جنيه، 2000 جنيه أقصاها مثلا، بحيث ان نستوعب وتقل الكثافة. في الحالة دي زيادة المدارس، هم الوزارة بتقول ان هي عاوزة تزود النسبة الى 25% حتى المدارس المستهدف. ليه بقى؟ علشان علاج مشكلة الإزاحة، وطبعا وبالتالي خفض الكثافة في الفصول الدراسية، وهتبقى الجودة مميزة طالما انخفض الكثافة في الفصول. اللي هيقوم بالإدارة، الحكومة اللي هتقوم بالإدارة بحق وتشغيلها الحق الانتفاع، وهو ليه نسبة مقابل المباني. طب هل مستوى المصروفات اللي هيتم فرضها في هذه المدارس هتقدر تعمل معادلتين، انها تراعي البعد الاجتماعي للاسر اللي هتدخل اولادها فيها، مع انها في نفس الوقت تحقق الارباح للمستثمرين او القطاع الخاص اللي ضخوا اموال كبيره؟ طبعا عشان الانشاءات دي كلها ضخوا اموال كبيره، هتقدر انها تحقق هذه المعادله ولا هيكون الاسعار مبالغ فيها، فنلاقي ان احنا متحولين لمدارس خاصه ومدارس دوليه او بنفس تقريبا التكلفه؟ لا لا لا، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، الخاص التخصيص هنا تخصيص واحد بنى مدرسة وسلمها للحكومة، يعني الحكومة اللي بتشرف عليها، وعلشان الحكومة اللي هتشرف عليها هيبقى قيمة المصروفات قليلة، يدوب المصروفات بتدي دخل للراجل اللي بنى المدرسة، عائد استثماري بالنسبة له، مش هيحتاج المصروفات الزيادة في المدارس، مش هنحتاجها. احنا كل الموضوع ان القطاع الخاص والقطاع الاستثماري يساعد في بناء المدارس. طيب يعني طبعا ليا بعض التساؤلات فيها، ولكن هسنحك تبقى معي سيادة النائب. وانضمت لينا الدكتورة محبات أبو عميرة أستاذ التطوير المناهج. دكتورة محبات تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني طبعا احنا النهارده بنبدا صفحه جديده جدا ونظام جديد متطور في التعليم، بنتكلم عن شراكه القطاع الخاص. حضرتك شايفه الى اي مدى هذا التطور في المنهج التعليمي الجديد سيساعد القطاع الخاص في حاله مشاركته ان هو يؤدي دوره بشكل صحيح؟ والله هو طبعا موضوع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ده مهم جدا، على اساس ان التعليم قضيه قوميه، يعني مش قضيه وزاره ولا قضيه حكومه، ولكن هو قضيه قوميه، ولابد ان يشارك في نجاح التعليم كل مؤسسات المجتمع بما فيها مؤسسه القطاع الخاص. لكن فيما يتعلق بالمدارس اللي هي بعض رجال الاعمال او المستثمرين بيبنوها ويسلموها للحكومه، هي فكره ليست جديده، الفكرة دي موجودة من حوالي أكثر من 6-7 سنوات. يعني أنا أتذكر في عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني أن كان في حق الانتفاع، والمشروع ما زال أعتقد مستمر، وده شيء جيد. أن طبعا حينما يتم تغيير الوزراء أن بنستقر على سياسة تعليمية ولا تتغير بتغير الوزير. تمام. فموضوع أن في مدارس جديدة هتتعمل بمصاريف اقل، زي عارفه حضرتك كده مدارس النيل، مدارس النيل برضو اسعارها معقوله،
وبالتالي مناهجها في منهج أعتقد بيسبق نفس المنهج البريطاني بيشرف عليها مجلس الوزراء، في مدارس برضو خاصة بأسعار مخفضة، المدارس التجريبية الرسمية دي تعتبر من المدارس برضو لمعظم الطبقات المتوسطة. بس يعني احنا اهم حاجة بقى ان يكون في متابعة من وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق ب يعني آلية تنفيذ النظام التعليمي الجديد. طيب هل يحق للقطاع الخاص او المستثمر اللي بيمثل القطاع الخاص التدخل في تطوير المناهج اللي بتقدم داخل المدارس، ولا بيكون بمنأى تماما عن فكرة المناهج ودي بتكون فقط حق اصيل لوزارة التربية والتعليم؟ والله سؤال ذكي، لان دي فعلا نقطة مهمة جدا. سيادتك تعلمي ان ليس كل من هو يمتلك مدرسة او ليس كل من يمتلك جامعة او ليس كل من يؤسس مدرسة بأنه يعني متخصص، فالمناهج لأهل المناهج وأهل التربية وأهل العلم وأهل التخصص، الموجهين، المدرسين، أساتذة التربية، خبراء المناهج. أنا أعتقد أن دي ده مصنع، يعني المدرس لما بيتخرج من المصنع بتاع كلية التربية ما بيجيش زي مثلا احنا دلوقتي لو تشوفي حضرتك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 67% من مدرسين مصر غير مؤهلين تربوية. تمام. يعني عايزة أقول إن في مؤسسات بتخرج المدرس للأسف الشديد مش بيتعينوا خريج كلية التربية في المدارس، وبالتالي حينما يقال أن فشل التعليم قد يكون بسبب بعض المؤسسات كليات التربية لأنها بتخرج مدرس غير كفء، لا، هو المدرس أساسا قاعد في بيته اللي هو متخرج من كلية التربية. نفس الشيء أنا بتكلم على المدارس الخاصة، لا طبعا المدارس الخاصة أهلا وسهلا برجال الأعمال، أهلا وسهلا بالمستثمرين يساعدوا الدولة في طبعا عشان نحل مشكلة كثافة الفصول، يساعد الدولة في بناء المدارس، في التبرع بالديسكات، في التبرع ببعض الأدوات التعليمية، ببعض الوسائل التكنولوجية. لكن فيما يتعلق بقضية المناهج أنا أعتقد أن يعني مش من حقهم، مش تخصصهم التدخل. هي حتة بلاش كلمة الحق، لكن احنا ممكن نعمل ايه؟ يعني كان في اقتراح ان ما كل واحد بيحاول ان هو يأسس مدرسة ويساعد الدولة انه يطلق على المدرسة اسمه. لا بس احنا هنا مش في اطار ان يتم الموضوع بشكل ودي او تبرع من مستثمرين او مقطع خاص، لا هو الموضوع بشكل هيكون فيه، لا مش تبرع، انا فاهمة، بس هو الفكره في ايه؟ كان في اقتراح على اساس ان نزود اكتر، يعني رجال الاعمال يقبلوا اكتر، العدد يبقى ده يندرج اعتقد تحت دور المجتمع المدني في المشاركه في العمليه التعليميه كده. بس انا ضد كده الحقيقه. ليه؟ لان مصر ليها خيرها على كل دول، يعني علينا كلنا، صحيح، سواء رجال اعمال او اساتذه جامعه او اي شخصيات، علينا كلنا. وبالتالي حينما نتحدث عن رجال الاعمال والمستثمرين فان هم يعني اللي هم فيه من خير مصر، صحيح. وبالتالي لما نقول ان مصر ليها خير فضل عليهم، يبقى في الحاله دي ما فيش داعي حته ان انا اطلق المدرسه باسمه، لكن نقدر نعمل احتفاليه رسميه ويقرن فيها بعض المستثمرين ورجال الاعمال ممن ساهموا بطريقه رسميه في بناء هذه المدارس. نعم، هستاذنك تبقي معي دكتوره محبات، نروح مره ثانيه سياده النائب فايز بركات. سياده النائب، حضرتك تحدثت عن ان العمليه برمتها هتخضع للرقابه وانها تكون بموجب عقود، حضرتك شايف ان كيف ستكون هذه الرقابة، أو أهم كمان الشروط اللي يجب توافرها في من يتقدم للشراكة مع الحكومة في العملية التعليمية؟ عايز أقول حاجة الجزئية دي، بس يعني تعقيب برضو كلام دكتورة محبات، إنه التبرع حاجة والشراكة حاجة تانية خالص. بالظبط. يعني بما معناها إنه اللي عاوز يتبرع بأرض أو بكذا أو بيتبرع بفلوس عشان يبني مدرسة، ده ممكن نكتب عليها اسم واسم العيله بتاعته كلها مش هتفرق معانا، بس يتبرع. لكن احنا بنتكلم في جزئيه الشراكه بحقوق. يعني معناها انه انا راجل معايا فلوس وعاوز استثمر، هبني مدرسه واجرها للحكومه، هي دي الشراكه. لا هيدخل في مناهج، لا له دعوه بتعيين مدرسين، لا له دعوه باداره مدرسه، هو بعيد البعد كله، هو كله بياخد طيبه حق انتفاع. بس
زي عائد البنك لأي واحد بيحط طيب. فلوس. أهم الشروط بقى يعني إحنا يعني لما نيجي نسمع عن هذه النوعية من الشراكة بنكون الشعب دايما بيكون متخوف إن هو يقع فريسة للقطاع الخاص، وطبعا بيكون دايما حابب الربح الأعلى، فيضمن منين إن هو يبقى في حماية ليه من أي مطامع في المستقبل للمستثمر في القطاع الخاص، إن هو يزود مصاريف، يضع بعض القيود المعينة اللي بتخليه ما يقدرش إن هو يفي بيها، وكمان الضوابط اللي هتضعها وزارة التربية والتعليم للمتقدمين للشراكة مع الوزارة. هو حاليا دلوقتي وتقدم حوالي 83 طلب لرجال أعمال عاوزين يبنوا مدارس بالشراكة. اللي توافقت الشروط معاه دلوقتي حوالي 40 أو حاجة و40 43 تقريبا واحد. ال 43 واحد دول مستنين بقى كراسة الشروط على أساس المواصفات وهيشتغلوا عليها. اللي هي أهمها إيه يا فندم؟ الشروط اللي أهمها أول حق الانتفاع 30 سنة. داخل كراسة الشروط انا ما طلعتش عليها لحد دلوقتي، ولكن كراسة الشروط ان هو هيستفيد لمدة 30 سنة، كانت 40 ونزلوها ل 30. المصروفات هتقررها الحكومة وهي اللي قايمة على الإدارة والتشغيل، وكل الموضوع انه الراجل ساعد في المباني وأجر المبنى لوزارة التربية والتعليم، وده كل الموضوع. طب فيها. هل الوزارة بتتكفل بجزء كمساعدة أو كدعم للأهالي اللي هيكونوا في المدرسة دي عشان يحققوا أو يوصلوا للمكسب اللي يرضي أو يكون مجزي للمستثمر الخاص؟ لا، هو أصلا عموما المفروض كل المدارس الأهلية والخاصة والكلام من ده مفروض في التعليم بالذات غير هادفة للربح، يعني المفروض في التعليم والصحة غير هادفة للربح. فلو يبقى بالأولى من الأولى بقى ان يكون المدارس اللي تابعة للحكومة تكون غير هادفة للربح. وعمر ما فعلا مدارس الحكومة النهاردة لحد الوقت التجريبية ب 600 و700 جنيه 600 700 دول مش ما هو فندم ده اللي انا بساله حضرتك من بدايه الحلقه. هل العمليه اللي هتتم الشراكه هتكون مجزيه؟ طبعا القطاع الخاص مش هيدخل في مشروع خسران، فبالتالي أكيد. هيدور على الربح. هل بقى اللي هيحصل جديد انه فعلا هيقدر ياخد من الحكومه او من وزاره التربيه والتعليم المصاريف الكافيه انها تحقق له تغطي له المصاريف بتاعته، وكمان يكسب على من غير ما يجي على حساب الطالب اللي موجود في المدرسه بالاسعار الرمزيه اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ ده كلام اكيد. انا لو داخل مع الحكومه في شراكه في مدرسه خاصه لو مش هكسب مش هعملها. ما هو لازم يكسب. بس هنا يعني ال 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 المدارس بيبقى فيها بالألف طالب. تمام. بالألف طالب. أكيد في دراسة جدوى. أكيد معمولها. أكيد مفيش حد بيدخل حاجة زي كده لما يكون عامل دراسة جدوى وعارف إنه مستفيد أحسن من البنوك. إذا كانت البنوك بتدي على رأس المال 20%. هو لازم يكون ويصاروا أكثر من 20%. إحنا بس كل قلقنا إن ما يكونش يجي على الوضع الاجتماعي والحالة الاجتماعية للطلبة. ده هدفنا الأساسي. بشكرك شكرا جزيلا لسيادة النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. ونروح للدكتورة محبات أبو عميرة. دكتورة محبات، يعني إحنا طبعا بنبدأ نظام تعليمي جديد، حضرتك شايفة كيف سيساهم هذا النظام التعليمي في تغيير مرتبة مصر عالميا، في ترتيبها عالميا في موضوع التعليم؟ بس قبل ما جاوبك على السؤال ده انا عايز اقولك ان فيما يتعلق بالشق اللي انت بتقوليه، انت دلوقتي جايبين دكتورة محبات متخصصة تربوية، وسيادة النائب برضو اعتقد ان هو عنده خلفية طبعا عضو لجنة التعليم. طبعا تعليم بالظبط كده. فانا بقترح برضو عليكي ان في اسئله نحن لا نستطيع الاجابه عنها، زي مثلا ايه هي شروط المدارس اللي هي هتديها شراكه مع وزاره التربيه والتعليم. انا بس هنوه لحضرتك ان احنا ده مش تقصير من البرنامج او فريق عمل البرنامج، احنا بالفعل بنحاول نتواصل مع المسؤولين المعنيين بموضوع الشراكه ما بين التعليم. اتفضلي. على فكره هو ليس انتقاد، ده بالعكس ده انا بقول لا انا كان وجب التنويه عشان احنا فعلا بنعاني كتلفزيون الدوله ان احنا نتواصل مع المسؤولين داخل الوزاره. بس فرصه اديني فرصه نص دقيقه. الهدف ايه؟ الهدف ان كراسه الشروط لا انا عندي فكره عنها ولا هو عنده فكره عنها. فانا بقترح ان يكون في دايما ممثل عن وزاره التربيه والتعليم فيما يتعلق
بالشق الخاص بالاداره بتاعه المدارس. هجاوب بقى على السؤال اللي حضرتك سالتيه. اه طبعا احنا ترتيب مصر متاخر، مفيش اي شك في هذا الموضوع، لكن فيما يتعلق بالنظام الجديد احنا بنتمنى ان النظام ينجح. اللي طبعا نظام التطبيق على البي جي والثلاث سنوات الاولى، نظام الباكج انا شايفه ان ده طبعا هام جدا، لكن مع ان زي ما قال الرئيس السيسي ان عام 2019 عام التعليم نحاول نرصد اي سلبيات تحدث خلال الفتره اللي هي هنطبق فيها على الثلاث سنوات والبي جي اي سلبيات علشان نصلحها في الطريق. دي الشق الاولاني من النظام الجديد. الشق الثاني اللي هو اولى ثانوي. اولى ثانوي السنه دي التابلت هيجي كما صرح السيد رئيس مجلس الوزراء في الترم الثاني. وبالتالي الطالب اللي في اولى ثانوي السنه دي هيبتدي يدرس المنهج القديم. وهيبتدي يمشي كانه ماشي زي الطالب عادي جدا بتاع ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. نعم يعني اذا يعني حضرتك شايفه ان المنظومه تم وضعها بشكل لا هكمل بس هكمل اقتراح. طب في عجله اتفضلي يا فندم. اوكي حاضر. دلوقتي انا شايفه ان اولى ثانوي بدل ما نطبق عليها التابلت 18 19 نخليه 19 20 ونخليها تمشي السنه دي سنه عاديه. الهدف ايه؟ ان ما يطلعلكيش نظام ثلاث سنوات تراكمي ونظام تاني سنتين بس. تمام تمام. بشكرك دكتورة محبات أبو عميرة أستاذ تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما سمعنا معاكم مشاهدينا يعني الموضوع إن شاء الله بيكون تحت الرقابة، ولكن عندنا علامات استفهام كثيرة جدا كنا نحب إن احنا نجاوب عليها من المختصين نفسهم في وزارة التربية والتعليم، ولكن كما ذكرت هناك صعوبة كبيرة وبالغة دايما في التواصل مع كل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم مع تلفزيون الدولة تلفزيون المصري. قبل ما نكمل مع حضراتكم الجزء الثاني من حلقتنا، خلونا نروح نشوف آراء حضراتكم في الشارع المصري عن موضوع حلقة النهاردة ونرجع مع حضراتكم نكمل. المشاركة بين الحكومة وقطاع الخاص أنا شايفه مهم جدا. احنا لو نبص للعالم، العالم برضو القطاع الخاص ليه دور مهم جدا في كل المجالات، وده بيخلي مش هنقول الحكومة لوحديها والقطاع الخاص لوحديه، لا ده كله في برتقة واحدة زي السلسلة دي، تبقى حلقات متكاملة بتكمل بعض. نقول الحكومة مع القطاع الخاص هيدوا فكر رائع جدا، هيكملوا بقوة غير عادية. هو لازم يكون في مشاركة ما بين القطاع الخاص والحكومة عشان يقروا السوق شكله عامل ازاي ويحددوا ايه المتطلبات وايه فرص العمل المطلوبة، وعشان نأهل الناس تكون جاهزة لفرص العمل دي. ما ينفعش يبقى سوق العمل في وادي والتعليم في مصر في وادي ثاني ويبقى ما فيش علاقة ما بين الخريج وسوق العمل. لازم نبص الاول نشوف سوق العمل عامل ازاي وبناء عليه نشوف احنا محتاجين خريجين شكلهم ايه. الحكومة لوحدها مش هتقدر تعمل حاجة، وعشان تقدم لنا منتج وناس مؤهلة ان هي تطلع في الشغل وتطلع تشتغل بجد وتبقى ليها حرفية، فلازم يتكاتف القطاع الخاص. القطاع الخاص ليه امكانيات كبيره وهو معاه امكانياته اكبر من الحكومه، وهو اللي هيستفيد بعد كده ان هو لما ما خصص كوادر كويسه وكوادر متخصصه واخبر اول المستفاد القطاع الخاص. تاخد الحاجات اللي بتطبق في المدارس الانترناشونال المدارس الخاصه تبقى تطبقها عندها. يعني مثلا دلوقتي بنشوف مدارس انترناشونال بتكون غاليه جدا، ممكن توصل 100,000 جنيه و 120,000 جنيه، فليه الحكومه ما تاخدش الاساليب اللي في المدارس ديت تعملها عندها في المدرسه؟ ليه ما تخليش الطالب اللي في المدرسه الحكومه يبقى زيه زي مدارس انترناشونال؟ ليه التفرقه بين الاثنين؟ يعني شايف ان هي الحكومه لو ادت اهتمام ده زي الاهتمام اللي في المدارس ديت هنبقى ناجحين جدا. انا واحد من الناس مثلا اتعلمت في حكومه زمان، بس انا مش شايف ان المدارس الحكوميه ان هي يعني فيها خدمات كويسه زي الخاصه. البلد النهارده اصبحت اللي معاه فلوس بيتعلم كويس جدا، اللي ما معهوش فلوس هو ده الامر الواقع. فاحنا محتاجين بس النهارده ان احنا يعني وزير التربيه والتعليم والمدارس الحكوميه تعمل فيها خدمات ويبقى فيه متابعه من كل الكلام ده. طبعا هو واضح من اراء الناس في التقرير ان هم شايفين ان القطاع الخاص ناجح في العمليه التعليميه في مصر، ولكن التكلفه عاليه جدا، وكل تحدث انه على الحكومه ان هي تتبع ما يتبع النظام الخاص او القطاع الخاص في عمليه تعليميه.
ويطبقوا في المدارس الحكومية. ويمكن احنا لو استمعنا لنظام التعليم الجديد هنجد انه يتوفر فيه شروط كتيرة جدا ومواصفات كتيرة جدا من التعليم الدولي مش الخاص كمان، وده يمكن اللي مخلينا عندنا حالة تفاؤل ان النظام الجديد التعليم يعمل عملية مساواة، يوفر جميع فرص التعليم الجيد لجميع الطلاب سواء الحكومي او الخاص او حتى الدولي. خلونا نكمل مع حضراتكم وهنروح نشوف مرة تانية آراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج. هنروح مرة تانية للزميلة عبير شوشة. إليك مرة أخرى عبير. نعم مربت، مجموعة ثانية من التعليقات يمكن بتأكد على نفس الفكرة اللي جاءت في المجموعة الأولى، وهي ضرورة التكامل والتنسيق بين نوعي التعليم الحكومي والخاص، لكن هذه المرة يعني بيطرحوا فكرة ضرورة الرقابة من قبل الدولة على نوعي التعليم أيضا. أبدأ بي وفي الغمري، الجامعات تحتاج لتمويل حتى تقوم بدورها في البحث العلمي لخدمة وحل مشاكل المجتمع. أعرق الجامعات البريطانية كامبريدج بها العديد من الكليات بتحمل أسماء أشخاص تبرعوا بمبالغ كبيرة لرعاية تلك الكليات مقابل إطلاق أسمائهم عليها تخليدا لذكراهم. هناك أفكار كثيرة للتمويل بطرق خارج الصندوق. محمد العريشي، الحقيقة أن المشاركة بين التعليم الحكومي والخاص سلاح ذو حدين، فالتعليم الخاص يساعد على تخفيف الأعباء عن التعليم الحكومي من حيث الكثافة وزيادة فرص العمل، لكن المدارس الخاصة هي فرصة لأصحاب الأجندات لنشر أجندات ضد الوطن. الجامعات المفتوحة أيضا بتدخل فيها الأموال للحصول على شهادات طلاب غير جديرين بها، لذلك إذا لم تكن تلك المدارس والجامعات تحت رقابة صارمة من الدولة ستكون النتائج عكسية وليس لصالح التعليم. محمود الضوي، تقدم الأمم بالعلم والسلام وذلك الازدهار ورخاء الشعوب لكل الأوطان. يعني كانت هذه مجموعة ثانية من التعليقات بتأكد مرة أخرى على أهمية التنسيق بين نوعي التعليم، أهمية الرقابة من الدولة على التعليم. أعود مرة أخرى لمرفت إليك. شكرا لك يا عبير. ودايما لما يكون زي ما قلنا في بداية الحلقة، لما يكون فيه الحديث عن شراكة من القطاع الخاص، أول خوف بيكون عند المواطن هو ان هو ما يوقعش فريسه او ما يستغلش من قبل المستثمر القطاع الخاص، لان احنا زي ما اتفقنا وكله متفق ان الهدف الرئيسي للمستثمر الربح، واحنا بنتكلم عن سلعه خدميه في المقام الاول وليس سلعه ممكن ان تدر ربح. طيب هنكمل برضو بقيه استفساراتنا، ولكن احب انوه لحضراتكم احنا طبعا بيكون املنا كله ان احنا نخرج من الحلقه بالاجابه على كل علامات الاستفهام اللي عند حضراتكم في الموضوع اللي بنناقشه، ولكن كما ذكرت ان احنا بنكون عايزين ناخد لكم المعلومه من المسؤول المعني بيها، ولكن بنجد بالفعل صعوبه كبيره جدا التواصل خاصه مع وزاره التربيه والتعليم فيما يتعلق بالملفات اللي احنا بنناقشها الخاصه بيها، ولكن احنا بنحاول من خلال الاساتذه اللي بيكونوا معانا ان احنا نوصل لاكبر كم من الاجابات على استفسارات حضراتكم. هنكون معانا الدكتور الاستاذه نيفين شحاته وهي الصحفيه المتخصصه في شؤون التعليم بالاهرام. استاذه نيفين تحياتي لحضرتك. اهلا بك يا فندم، اهلا بكل مشاهدين. اتمنى ان انا الاقي عند حضرتك بعض الاجابات لعدد من الاسئله اللي عندي. حضرتك هل يعني مطلعه بالطبع على القرار او الاعلان اللي اعلن عنه وزير التربيه والتعليم فيما يتعلق ب ان هو فتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركه ببناء 54 كمرحله اولى مدرسه، حضرتك شايفه ان فتح هذا الباب للقطاع الخاص للمشاركه في العمليه التعليميه كيف سينعكس بالفعل على مستوى التعليم المقدم للطلبه في الفتره القادمه؟ ده حقيقي فعلا زي ما قال معالي الوزير، مهم جدا مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمار في التعليم بصفة عامة وتحديدا بالنسبة للتعليم قبل الجامعي. وعلى فكرة ده كان مشروع مقدم ان يبقى في شراكة في بناء المدارس بحيث ان يبقى الوزارة يعني ليها حق الانتفاع لمدة مع التعليم الخاص، ويبقى ليها هي حق ان المدرسين والناحية التربوية والتعليمية تكون بإشراف كامل لوزارة التربية والتعليم مع حق الانتفاع للتعليم الخاص. هذا المشروع يعني تم طرحه منذ مدة، وكان في خلال مؤتمر صحفي كبير في عهد الوزير السابق، والوزير الحالي الدكتور طارق شوقي عاد طرحه مرة أخرى لمشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس، خاصة أن الدولة يعني لازم يبقى فيه مساهمة كبيرة من أجل تعليم ولادنا ومن أجل توفير أماكن لهم مع ارتفاع الكثافات المختلفة والفصول في بعض المحافظات، فكان لازم يبقى في حل للمشاركه والمساهمه مع الدوله في بناء المدارس. طب الضمانات اللي ممكن تكون موجوده في مثل هذه الشراكه
لتضمن عدم او الا يجور المستثمر على حق الطالب في سواء في انه هو يوفر ليه مقعد باسعار يراعي فيها البعد الاجتماعي، وايضا يكون في رقابه على الجوده التعليميه داخل كل مدرسه. هو حضرتك ده هيبقى بروتوكول كبير جدا وموسع، مش هيبقى مع صاحب مدرسه واحد او مع مدرسه واحده، مجموعه مدارس او مجموعه رجال اعمال هيكونوا شركه يعني تتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، بحيث ان هي لمده معينه يستفيد صاحب المشروع بتاع القطاع الخاص من دخل هذه المدرسه، على ان تحدد وزاره التربيه والتعليم مصروفات المدارس، وهي اللي تبقى مسؤوله عن تعيين المدرسين، وهي تبقى مسؤوله عن الاشراف المالي والاداري على هذه المدارس، بحيث ان يكون يعني في توفيق في الاوضاع ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي. محدش يقدر ينكر دور التعليم الخاص وان هو مكمل للتعليم الحكومي، وان هو يعني بيحل ازمات وبيقدم خدمات تعليميه مميزه لاولياء الامور الراغبين في مستوى تعليم معين بالنسبه لاولادهم. فلما يكون ده بالتعاون. طب حضرتك اثرتي نقطه مهمه جدا، حضرتك بتقولي للاهالي اللي عايزين مستوى تعليم متميز لاولادهم، هل ده معناه ان بناء هذه المدارس هيخاطب فئه معينه احنا عندنا بالفعل ازمه معاها ان احنا نوفر لها اماكن، ولا هيخاطب نفس الفئات اللي موجوده بنفس الطبقات ولكن هنوفر لهم مستوى تعليمي باسعار ازيد الى حد بسيط عن الموجود حاليا؟ ده سؤال جيد جدا. هو بالفعل هيوفق الاوضاع بين الاثنين، يعني هيبقى بمصروفات لكن مش هتبقى غاليه قوي على ولي الامر، هتبقى في المتناول، بحيث ان هو يحس ان يعني ان بياخد خدمه تعليميه مقابل الفلوس اللي هو بيدفعها، وفي نفس الوقت مش هيبقى مغالف اسعارها جدا، لاما الناس هتتجه بقى للمدارس اللي هي بنفس الاسعار او بنفس القيمه. فالتوازن هيحصل من هنا، الاسعار هتبقى ملائمه لمستوى الدخول المتوسطه، وفي نفس الوقت هتقدم خدمه تعليميه متميزه للطلاب. طيب دوت يعني محتاج تكاتف رجال الاعمال. انا سمعت حضرتك في المقدمه والتقرير اللي كان معاكي ان يعني في دول اجنبيه بيتكلموا على مشاركه رجال الاعمال في عمليه التعليم، ده اصبح امر ضروري ولا محاله له. وده كان سؤالي، هل بالفعل هل تم وده احنا قلناه ان دايما القطاع الخاص بيكون ليه دور كبير جدا ومهم جدا في تطوير في التطور في اي مشروعات بتقيمها اي دوله، ولكن كما ذكرنا ايضا ان في خاصه المشروعات الاستثماريه اللي بتدر ربح لان هو هدفه الاساسي الربح. سؤالي لحضرتك، هل تم تطبيق هذه التجربه مشاركه القطاع الخاص في بناء المدارس في اي من الدول، وهل حققت نجاحها بالفعل ولا احنا مصر اول دوله؟ لا طبعا، القطاع الخاص في يعني في الدول كثيرة جدا يعني مساهم، ومساهم بدرجة كبيرة، وخاصة في الدول العربية يعني قريبة مننا في مستوى التعليم وفي كثافة طلابية. القطاع الخاص بيبقى ليه دور كبير، وبعض رجال الأعمال يعني ممكن يكون يحط أمواله كلها في مدرسة من أجل التعليم فقط وما بيدورش على الناحية الربحية. نعم، نتمنى طبعا ربنا يكتر من امثال هذه النوعيه من رجال الاعمال. طبعا لو بشكرك. عندنا كمان النوعيه دي هتبقى افضل يعني. طبعا طبعا بشكرك، شكرا جزيلا استاذه نيفين شحاته الصحفيه المتخصصه في شؤون التعليم بيئة الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. اذا مشاهدينا، كما يعني حاولنا ان احنا نستعرض في حلقتنا النهارده ان الدوله بتحاول ان هي توفر اي فرص لبيئه افضل لابنائنا ان هم يحصلوا على تعليم جيد، بتحاول ان هي تشرك القطاع الخاص، وده طبعا شيء معترف به في كل انحاء العالم، ولكن احنا طبعا تحدثنا اكتر وكان همنا الاكتر ان احنا نحمي المواطن من اي اعباء اضافيه جديده في العمليه التعليميه، خاصه ان العمليه التعليميه هي الاساس في اي اسره وبيكون عبء كبير جدا على الاسر. طبعا هنتابع مع حضراتكم بمجرد اعلان فتح هذا الملف تطبيقه بشكل كبير، وطبعا نتمنى ساعتها يكون مسؤولين وزاره التربيه والتعليم بيكونوا بيردوا على تلفزيون على ماسبيرو. قبل ما اختم مع حضراتكم احب اذكركم بسؤال حلقه الغد ان شاء الله من برنامج همزه وصل، وهو كيف يسهم تغليظ العقوبات في قانون حماية المستهلك الجديد للحد من السلع المغشوشة في الأسواق؟ بالطبع ننتظر مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة لهذه الحلقة، وإلى اللقاء.